يلا ساتر يا رب. يا نهار اسود ونيل يا ولاد. انت بتحبي ايه قلتي لي؟ بتحبي ايه حضرتك؟ لا بجد؟ لا ما جبتيش الحبل ليه؟ ايه ده؟ اعوذ بالله. لا يا نهار فسيخ، يا نهار رنجه، يا نهار انت ايه ده موت. طب فاضل بقى البصل ابو ديل اخضر ده اهو. اوه اهلا يا خالتي يا ناس. بس صغنن ازاي يا مجدي؟ بص صغنن ازاي، احنا جايبين لك ايه؟ كتاكيت ده بصل. هو ده تهاوي؟ هو ده تهاوي البصل يا ده؟ كل ده لينا؟ ايوه. لا والله. وهناكل؟ والله ناس طيبه. وهتلف والباقي تاخديه وانت ماشيه. لا والله. ايوه احنا يعني. طب وعند شغل عالي قوي يا جماعه. خلاص كده تعالى. اه طب ايه؟ كله بقى يلا. ايه كله بقى يلا وانتوا لا هتزق لهم الترابيزه يا ماشي. حاضر حاضر. هي ايه يا خرابي؟ احنا حاملين عندكم كل حاجه. طب احنا هنكمل ولا مش هنكمل؟ مش عارف نكمل كده. لا هنعرف انا وايدينا. طب هات لقمة. اتفضل. اللهم صل على النبي. يا نهار رنجه. انت عارف ايه ده؟ ايه ده؟ هي حامل انا ولا ايه؟ لا انا بحبها بس الواد مش كارف عليها. مش ايه؟ بتوحم. كارف ايه؟ كارف. الواد مش كارف. اه يا ساتر. بتوحم الواد طالبه معاه بسجق مش طالبه برنجه. طالبه معاه بسجق. اه مش عارفه اعمل ايه. طب انتوا بداتوا حياتكم مع بعض كده، انتوا الاثنين بتحبوا الرنجه والفسيخ ولا حد ما كانش بيحبها والتاني اقنعوا بيها؟ لا احنا الاثنين اتلقيتوا فكريا في الرنجه والفسيخ. آه على طول. يا سلام. طب قولوا لنا كنتوا بتاخدوا سندوتشات ايه معاكم في المدرسه؟ انا كنت باخد سندوتشات جبنه اسطنبولي دي الحادقه وعليها خيار. خيار كنت احبها دي قوي. احلى اكله بتحبيها ايه؟ وبتعرفي تطبخيها؟ بعرف اطبخها. اه وبتحبيها؟ بحب محشي البتنجان الاسود. اه مش الاسود. اه ما في اسود. اسود احبه جدا جدا. احب صينيه البطاطس بتاعت مجدي. انا بعرف اطبخ كويس. بيعمل صينيه البطاطس صح قوي. امال ايه؟ طب قولي لنا ايه الوصفه السحريه اللي بتقوليها لنا للزواج السعيد؟ الوصفه السحريه ان احنا نتعامل مع بعض بان الحياه مشاركه. ايوه. مفيش حاجه اسمها فلوسي، مفيش حاجه اسمها فلوسك. حلو. نثق في بعض قوي. حلو. علشان ده اللي هيخلي الدنيا تكمل. عندك حق. مهما حصلت اي خلافات بقى. وعايز اقول لك بقى على حاجه غريبه. إيه؟ طول ما الحياه مشاركه وطول ما انت بتساهم وهي بتساهم هترتبطوا ببعض اكتر. اهم حاجه في الحكايه دي التفاهم. ده نمره واحد. العشره اللي بينهم تبقى مبنيه على ان احنا نبني مع بعض واحده واحده. لو انا جبت كرسي هي هتجيب كرسي، لو جبنا انتريه، لو جبنا نجفه. لا المهم نكمل حياتنا وخلاص. بس مش مهم مين جاب ايه. ونرضى بقليلنا. صح. الرضا ده اهم شيء في الحكايه. صح. صح. في كل حياه زوجيه بيبقى دايما في مرحله كده اللي هي الكيرف بتاع الجواز، كان بيبقى في خناقه كده بتفوق الموضوع، وساعات كده لا قدر الله قدر الخناقه دي بتبقى هتوصل للطلاق، وبعدين بنفوق ونقول ايه ده احنا ليه كنا مكبرين المواضيع كده. عدت بيكم المرحله دي؟ اه طبعا. كان ايه سبب بقى المشكله؟ بصي احيانا كده يعني التليفون بيجي عليه رسائل عجيبه. اه معجبات بقى. معجبات بقى. فاختنا غيوره جدا يعني. فحد كان كاتب انت القمر وانت الجميل وانت راجل اللي مش عارف ايه دي بقى يا ايه وايه لاول مره في حياتي اسيب البيت. عملت ايه بقى؟ يا حبيبي رحت جايبه شنطه سفر كبيره. انت عايز تعمل زي الافلام بقى اللي هي كليشيهات السينما اللي لما يفتحوا يلموا الهدوم. ايوه عملت كده. حطيت الهدوم كلها على بعضها واي هدوم بقى هتتحط على بعضها واهم شيء رحت واخده علبه الدهب بتاعتي. وانا هسرقك. طب صلحتها؟ روح صلحتها. طب اه دي كانت يعني دي كانت حاجه كانت قوية. عملتي للست بلوك بقى ولا عملتي ايه؟ لا عملت ايه؟ اه ظبطتها. عملتي ايه؟ عملت ايه؟ انا كنت يا مدغسه ايام المدرسه كان كل مشكلتي ده كل ما اتخانق مع بنت اجيبها من شعرها. احسن. كان اشوفي على فكره ميولنا كانت واحده. احسن. كانت لما يضايقوني انا كنت احب اغرقهم بالميه. اه امسك البت كده واروح جايبه كيس واحط فيه ميه وجربوه على دماغها. ايوه تبقى خدت دش. انا بحس ان هم معفنين شعرها كده. الثانيه بقى مسكتها في التليفون ظبطتها. احسن.
وخلاص ما اختفت بقى من الحياة. أحسن تمام. طب قول لي بتحب الغنى أنت؟ احنا عارفين انا بحب ام كلثوم، بحب عبد الحليم، بحب الاغاني بحب إليسا. انا ما بعرفش اغني اساسا. بحب والله يعني معلش اقول شعر ماشي. حد يبقى متجوز معاها القمر هو قال لي شعر بفرح اقول بس شعر. اديه بالفسيخ، اديله المايك بالفسيخ. ريحتنا بقت رنج ايه. يلا في ليله دايما كده في ليله الدخله العروسه والعريس لما يجوا يتجوزوا فلازم يغنوا، مش لازم يغني. انا ما بعرفش اغني طب اعمل ايه؟ فقلت هقول شعر المه. تمام. طب اقول ايه؟ يا عمري يا احلى ذكرياتي، يا فجري يا احلى ما في حياتي، على صدرك برمي همومي، على كتفك برمي حمالي، انا قلبي يطير يناديلك وكل ما ارجع اجيلك، يا بدر في ليل مضلم ويا قلبي عاش واتألم وعمره في يوم ما اتكلم، ده هواكي هوا مجنون واللي هيهواكي في يوم ما هيبعد مهما يكون. الله الله الله. بس انا غنيت له. هي غنت. هي بقى غنينا بقى الفرح اهو. بتونس بيك تيكي تيكي وانت معايا تيكي تيكي. بتونس بيك سلامت اغنيه ورد حاجه ثانيه. انا بتقرب انا بتونس يا خراشي دمرنا الاغنيه. ودلوقتي هنطلع فاصل ولسه مكملين معانا اخف دمين في الوسط الفني واجمد اتنين في الوسط الفني واحسن زوجين في الوسط الفني. استنونا. ولسه منورنا ومشرفنا ومكترنا ومضحكنا الحلوين العسولين النجمين مع احمد ومجدي كامل. ودلوقتي هنلعب معاهم لعبة التوافق. مستعدين؟ مستعدين. وهنا على هذه الكنبة انهارت علاقات وجوازات وكملت جوازات وهنشوف ان شاء الله احنا رايحين على فين. ماشي؟ هسألك سؤال تكتب الإجابة ومش تكتب الإجابة من غير كلام ولا غش ولا تلميحات. وفاكر يا مجدي لما عمل كده صم تكتبه ونلف نشوف. ماشي. ماشي. يلا يلا قول لي كام فيلم ومسلسل مثلتهم مها؟ ايه؟ عد بقى. انا بعد يلا بس خبي كده. ايوه ممكن ما بين ما بين ما بين. تمام. احنا عمرنا ما عدينا. ما هي يعني احنا يعني بقى بتعملوا معانا كل الحاجات اللي عمركم ما عملتوها. هو ده الاختلاف. ليه العلاقه مش هو ده الاختلاف. طيب يبقى نقول واحد اتنين تلاتة خلصت. نلف من 10 ل 12 وهنا لا لا لا, لا, لا ده شغل عالي قوي 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 قوي. النقطة برافو. اللي مها. ايوه. ايه اكتر دور مجدي بيحبه مثله وحبه؟ اكتر دور. اكتر دور. طب هو ينفع دورين؟ دور في مسلسلات ولا سينما؟ سينما. سينما. يلا كنت متاكده. والله العظيم كنت متاكده. خلاص يلا واحد اتنين تلاتة. ايوه بقى. أيوة. وشيل حبك من قلبي وانا سيبك بقى تاخده. هتعملي فيها ولا زكي. برافو.
والسؤال دلوقتي لمجدي، قول لنا يا مسهل، مها قبل ما تخس كان مقاس بنطلونها كام؟ يا بنت اللذينة يا نهار يا نهار مقاسات. طب مو ينفع من الى يا نهار اكسات؟ لا والله هو كده خلاص والله، يلا يعني هو كان يعني من هنا لهنا تقريبا. يعني هو من هنا لهنا ماشي. ماشي معرفش بقى ده بالايطالي بالفرنسي. طب يلا واحد اثنين ثلاثه. ايوه ده الكذب وده السد. لا هو لا انت مخسره اهو. 48 هو كاتب 48 اهو. فين؟ لا في 50. ما هو ما هو ده اصل انا بلبس 58. ده موضوع بلع. ده موضوع تاني. ما هو خلاص هتاخدوا نقطه. ماشي يلا وساعتها كبيره قوي والله ما قلنا حاجه. يا اولاد الذين سؤال لمهد. يا ولد أول حاجة بيعملها مجدي لما يصحى من النوم؟ أول حاجة؟ يا دكتور يلا اكتب. لا دي حاجة، دي حاجة ادي لا لا اكتبه اكتبه مش عايزين تلميحات. ماشي الله 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 خلاص؟ لسه. ماشي كفاية كده خلاص؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. بروح الحمام. الحمام شاي إيه بلبن وشاي بلبن لمها لمها واكل الكلاب. طب بس انا نفسي قلت برضه. لا ما هو المطبخ اهو. ما هو بيروح على المطبخ بس الحمام هنا الاول يروق في المطبخ. لا اي الحمام الاول بس بس بيعمل ايه؟ بيروح المطبخ يفضل يروق في المطبخ ويكسر في الحلل وانا بقى بموت. مش بيكسر عشان يعمل لك شاي بلبن. يا مجدي فين الشاي بلبن؟ ما هو غلبان. حلو والله. ما هو المطبخ اهو. هتاخدوا نقطة والله عشان بس انت طيب تعملها شاي بلبن. انا عمري ما حد عمل لي حتى كوبايه حلبة الريحه يعني. وسقفه للنقطه والشاي بلبن نتعمها. قولي 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 يا ميجو. قولي يا حلو. مين الممثل اللي كان فارس احلام مها وهي صغننه؟ مفيش غيره. يا كلنا يا أولاد الذين. يلا واحد اثنين ثلاثة. الرجل الطيب رشدي أباظة النجم القمر. ونقطة تانية لها ومجدي. لون شراب مجدي إيه دلوقتي؟ لون شراب مجدي؟ هوبا يلا هوبا اكتب 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 شمال. اكتب. طب ممكن حاجة أو حاجة؟ لا, لا حاجة زي. واحنا هنقضيها بقى تخمينات. طيب ما تبصش ما تبصش. واحد اثنين ثلاثة. يلا قلق. برافو برافو برافو. قلب الأم قلب الأم. ده قلب الزرار اللي عمال يتفتح كل شوية. يلا والسؤال الأخير لمجدي. قولي فاكر في أول الحلقة أما قلتلي إنك كنت بتصاحب واحدة قبل بها هي مين؟ لا أهو بقى يا تكتبها يا تخسروا كل النقط. لا هكتبها هكتبها وهي هتكتبها. مش هنقولها خلاص. ماشي هنكتب ماشي بس يبقى هي دي. ماشي بس هنكتب أول اسم بس. ماشي أوكي ماشي ماشي. لا أنتوا بتكتبوا لي اسم واحد تكتبوا اسم هو أوكي. اسم واحد ماشي مش هنكتب حاجة تانية. اسم واحد؟ طيب بس. طب وريني بقى عشان اشوف زي لا بعض. لا انا اوريكي مش هينفع. لا انا اشوف انا كده عشان اشوف انتوا زي بعض. انت شايف ايه؟ شايف. وهم الاثنين كتبوا سحر وهياخدوا 10 نقط. بوظت الدنيا. دمرت الدنيا. احنا هنا المتغطي عندنا عريان. عريان. وجن وجن وجن. يا نهار يا نهار ابيض. لا بس مبروك. استنونا. جابوا 9 من 10 وده رقم كبير قوي. لا السؤال الاخير ده 10 من 10. عايز حرام عليك عشان فضحتيني. طب يبقى 10 من 10 لو قلت سحر مين؟ لا سحر اللي ابوها انتحر؟